طلعوا ان في واحد استشهد في سيدي بشر. اه تابعتها؟ سمعت القصه بتاعت واحد لا استشهد. لا لا واحد انا هخليك بقى دلوقتي تشوف تشوف الفيديو حالا. هشوف الشهيد؟ مع الشهيد الناطق يعني. أوكي. مع احترامي ليه طبعا. سيدي بشر زمايلنا بس لو يشغلونا الفيديو دلوقتي. مساء الخير يا جماعه. انا احمد ابو ليلى، الشاب الاسكندراني اللي امبارح انتشر على موقع التواصل خبر استشهادي في سيدي بشر. طبعا انا امبارح اصلا ما خرجتش خالص من البيت، ان يوم الاجازه بتاعي، وبعدين فوجئت كده على الساعه 2 بالليل، لقيت ابن عمتي بيتصل عليا بيقول لي انت كويس، بيتكلم هو كده في حاله من الذعر يعني، مفجوع. انت كويس؟ انت في حصل لك حاجه؟ ايه يا محمد خير، ايه اللي حصل؟ قال لي منتشر على الصفحات ان انت اتقتلت في سيدي بشر. طبعا انا في الاول اخدت الموضوع على محمد هزار، لحد ما هو بعت لي سكرين شوت. حاولت اعرف الناس دي اللي هم منزلين الخبر، هم كانوا 2 تقريبا على صفحتهم، ما عرفش طبعا اوصل لهم خالص. المهم انا نزلت السكرين شوت على صفحتي وكذبت الخبر، وقلت يا ريت الناس، ما ينفعش الكلام دوت، والناس تستوثق من الاخبار قبل نشر الشائعات. والموضوع ده فعلا سبب لي شوشره، انا لحد 6 صباحا بستقبل اتصالات الناس بتطمن عليا، واهلي وقرايبي واصدقائي. طبعا انا لحد دلوقتي انا مستغرب يعني، اشمعنى انا يعني؟ انا ماليش اي توجهات سياسيه، ولا ليا اي انتماءات فكريه، ولا ليا اي اثر ملموس في اي حته حتى يعني، ولا في الشارع اللي انا قاعد فيه. فمستغرب بصراحه. كل اللي عملته ان انا كذبت الخبر ونمت يعني 6 صباحا كده، نمت على الساعه 6 الصبح، وقمت لقيت الموضوع استفحل اكتر وانتشر بطريقه غريبه جدا، ولقيت حتى صفحات الجرايد بتكتب عنه، الدستور والوطن وغيره. طبعا ناس كتير النهارده طول اليوم بتكلمني، وانا بصراحه كنت رافض تماما ان انا اتكلم مع حد، لاني انا مش بتاع الكلام دوت يعني بصراحه يا جماعه، انا ادفع من ان انا اتكلم في الحاجات دي. بس فلحد اما الاستاذه ميسه كلمتني، وطبعا انا اتحركت منها، فطلبت مني ان انا اعمل الفيديو دوت. اتمنى الناس بعد ان هي اتفرجت على الفيديو دوت يبطلوا بقى يتكلموا في الموضوع دوت، والناس تنتبه لحياتها، تنتبه ايه المهم اللي بيعملوه في حياتهم. الناس قبل ما تنشر اي حاجه يتاكدوا منها. بس لان الشائعات دي ممكن تسبب كوارث يعني يا جماعه. بس وبعد اذنكم بقى انا ايه، هكمل علبه الكشري بتاعتي عشان انا ما اتغديتش. السلام عليكم.